ليه؟ دا 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 دم يا سهيلة. هاي هاي، شو محضرتي لنا سهيلة؟ أغنية حزينة لما نشكي حالي، يعني مغاربي. إيه أغنية حزينة، مع إنه هلأ قالوا لك إنه طلعت الأولى وتخرجت من الجامعة ورح تنقبلي تدرسي بأحلى جامعة بأمريكا. خبرية ما بتتصدق من الفرح، وقالك كل النهار حتحطي حالك بجو الحزن لحتى تغني هالغنية. إجاك شي فرح كتير، مش عم تقدري تكبتي هالضحكة، بس بدك تغني لنا شي تقنعينا بالحزن اللي هو فيه. وكتار كتألوف، يعني جمهورك عظيم جاي من آخر الدنيا. يلا. ايه فرحت عن جد. يلا. لما نشكي حالي يلي شغلتي بالي، نبت سهران الليالي نفكر فيك. لما نشكي حالي يلي شغلتي بالي، نبت سهران الليالي نفكر فيك. نجوم الليل والقمر يحكوا ما بي، حتى قلبي رح يقدر يشكي علي. لمون عليك وقالوا لي ننساك، كندر ننساك وعقلي ضاع معك. ناطر قلبي هو اللي هواك، ناطر قلبي هو اللي هواك. فرحان. بالنسبة لإيفال سهيلة اليوم، أنا حسيتها عم تستعمل الأرمونيك لعراض أكتر بصوتها من هيديك الجمعة، وأكيد أحسن من البرايم. صار في تجويف أكتر للصوت، ولكن بعد الصوت مبحوح، وهذا الشيء لازم ينشغل، يعني هي لازم تركز عليه كمان، تعمل تمارين اللي عم نعطيها اياهم أكتر كرمال نروح على البحة، لأنه خصوصا مثلا عن نوت العائلة بينت إنه ما صبتها مزبوط، ما كانت مرتاحة فيها. ولازم تقدر تعرف تطبق التكنيك كيف بتصيب النوتات العاليين هي وعم بتغني، يعني ما بقى تعلي راسها، تفتح تمها مزبوط. واللي بدي أقوله كمان إنه النزال خفيف كان اليوم، سو هذا الشيء كمان بيّن قد هي عم تتقدم، بس اكيد بقوة الاشياء ما فينا نغض النظر عنها، ولازم تبلش تركز عليهم اكثر هالاسبوع. ابو سهيلة انبسطت فيه، مش انه عملت اغلاط، بس انبسطت انه بلشت تتفكر كيف بدها تفتح تمها لتطال الريزونانس، ما يصير فيه شيء نزال اما يرجع صوتها لورا. عم بتبلش تفكر بهالاشياء، بس الامور منا سهله، يعني بدها شويه وقت بس تقدر تكمش البوزيسيون وتقلع مزبوط. برافو سهيلة. هي هيك سهيلة مثل ما هي، على بعضها، وجهها الطويل، رومانسية، يعني بتلبق لها البحة، حلوة بحتها، يمكن زايدة لازم تخففوها، بس حلوة هالبحة، حلو هال هيك مثل بتطير، يعني بتطيري معها انت وعم تسمعيها. مهضومة سهيلة، مهضومة، يعني خفيفة الظل، مش ثقيلة مش ثقيلة، ناعمة، وبحتها بتشبهها، بحتها بتشبه وجهها، بتشبه شعرها، بتشبه جسمها، نعومتها كلها على بعضها، هيك مع بعضها هي زابطة، هيك أنا بحس. هلأ بدها شغل من هون، عم بتصرخ على العالي على الواطي، فتحت تمها ما عم تفتح تمها، هو الإخبار أنتو بتشوفون، بس بتحسوا أنه بداية حلوة لها الصبية الحلوة. يعني بالنسبة للصوت، طبعا صوت جميل، فيه فراجيليتي هيك، فيه شيء خاص فيه، ولكن ما بعرف ليش بعد، رغم أنه شكلها حلو وبتغني بطريقة حلوة وبالبرايم بتكون هيك لايقة وجميلة، في شيء، في حاجز بعد
ما عم بقدر، في حاجز بين المشاهد وسهيلة، ما عم بعرف شو هو. بحس انه لازم يكون في عفوية اكتر، صدق اكتر بكل شيء بتعمله. يعني بفضل يكون، يعني اوقات بفضل طبيعية وواحد يكون هيك، كيف بدي اقولها، اوقات في يعني العدم انه حدا كل الوقت مركز على الصورة وكل شيء لازم يكون مرتب ومزبط. اوقات هيك الغلطة، او مش الغلطة، العدم الضعف هيك بخليك تتقرب اكتر. يعني هو دايما في نوع من بيرفكسيون بدها توصل له، عم تعمل، عم تسعى انها توصل لشيء ملمع وظابط ومرتب، ولكن في شيء ما عم تصدقه. بفضل العفوية تكون موجودة اكتر. انا ما عندي مشكله مع بحث سهيله، بالعكس حلو، اعطيتها كاركتير، اعطيتها طابع، بس انا عندي مشكله مع انه تعطيني شوي اكثر عرض بصوتها، تعطيني شوي اكثر باور بصوتها، لانه عندها عرب كثير حلوين، وهي بنت كثير ذكيه، بتفتش على الافكار الجديده بالاداء، واذا معطاها ملاحظه بتعرف دغري تنفذها. هيدي شغله مميزه فيها، وان شاء الله تقدر تستفيد من وجود الاساتذه بالاكاديميه، تقدر تشتغل على عرض صوتها وعلى كبر صوتها، تيصير في باور اكثر وحضور اكثر بالوقت بتغني بالمخنة.